السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي حل سلسلة تمارين أعطيت كوظيفة منزلية لتلاميذ السنة الرابعة متوسط. التمرين الأول يقول: قال الجراح للمريض بعد استئصاله لمعدته: من الممكن أن تعيش لفترة طويلة جدا بدون معدة طالما أنك تأكل طعاما سائلا أو مفروما جيدا. ثانيا، بعد استئصال جزء كبير من الأمعاء الدقيقة، يعاني المرضى من قصور حاد في الهضم والامتصاص. يتم إطعامهم عن طريق التغذية المعوية، يعني التغذية الاصطناعية التي تسمح بإعطاء التغذية دون المرور عبر الفم. إذا يتم إدخال محلول في الجهاز الهضمي يحتوي على أحماض آمنية وسكريات بسيطة. أولا، اشرح لماذا، يعني رقم الوضعية الأولى والوضعية الثانية، أعطيني تفسير لها. ثانيا، ما الهدف من حقن هؤلاء المرضى الأحماض الآمنية والجلوكوز بدلا من البروتين والنشا؟ الحل: بالنسبة للوضعية الأولى، قال الجراح للمريض أنه بعد استئصاله لمعدته من الممكن أن تعيش لفترة طويلة جدا بدون معدة طالما أنك تأكل طعاما سائلا أو مفروما، بمعنى أنه في حالة عدم وجود المعدة لا يمكن أن يتم الهضم بشكل جيد، خاصة البروتينات أو البروتيدات، لأنه البروتيدات مقر أو بداية هضمها يكون في المعدة. وبالتالي للبقاء على قيد الحياة يجب أن يستهلك فقط العناصر الغذائية التي تتكون من جزيئات بسيطة قابلة للامتصاص المعوي، يعني تمتص مباشرة. أما في الوضعية الثانية، بعد استئصال جزء كبير من الأمعاء الدقيقة، قال يعاني المرضى من قصور حاد في الهضم والامتصاص، بمعنى أنه استئصال جزء كبير من الأمعاء الدقيقة رايح ينقص لي عملية، أولا التبسيط، عندما ينقص الجزء هذا من الأمعاء الدقيقة راح تقل لي الزغبات المعوية، وبالتالي عندما تقل الزغبات المعوية راح تقل عملية الامتصاص، نعم، بمعنى يقل طول الأمعاء، تقل عملية التبسيط، المغذيات قليلة، الأمعاء فيها زغبات معوية تقوم بالامتصاص. إذا جزء من الأمعاء استؤصل، أيضا تقل الزغابات المعوية، ومنه سطح التماس أو سطح الامتصاص يكون قليل، إذا تمتص كمية قليلة من المغذيات. الحل هو أن نلجأ إلى حقن هؤلاء المرضى بأغذية مبسطة أو بما يسمى تحقن بمصل فيه مغذيات اللي كما اقترحنا أحماض آمنية وسكريات بسيطة. الحل: في حالة عدم وجود المعدة لا يمكن أن يتم الهضم أو التبسيط بشكل جيد، خاصة البروتيدات. للبقاء على قيد الحياة يجب أن تستهلك فقط العناصر الغذائية التي تتكون من جزيئات بسيطة لأنها تتعرض إلى الامتصاص المعوي مباشرة. ثانيا، يجب أن يحصل المريض على المغذيات مثل الجلوكوز والأحماض الآمنية وغيرها مباشرة بدلا من الطعام اللي هو بروتين والنشا، لأنه الجلوكوز ناتج عن تبسيط النشا أو تفكيك النشا، أما الأحماض الآمنية ناتجة عن تفكيك البروتين. لماذا؟ لأن وظيفة الهضم تقل في التبسيط والامتصاص، في هذه الحالة تكاد تكون الوظيفة غائبة.